الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله الصوت الذي ينادي المسلمين للصلاة في شتى البقاع كان وقعه كالسحر عليهما، خطف قلبيهما حتى اعتنق الدين الحنيف. هذا ما فعله الأذان باثنين من نجوم كرة القدم العالمية. نيكولا أنيلكا ولد في باريس عام 1979، لعب لعدة أندية بينها ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان. في 2004 أعلن أنيلكا إسلامه، أدى مناسك العمرة وغير اسمه إلى بلال تيمناً بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. القصة بدأت في تركيا، سمع الأذان فشعر بسكينة غير معهودة وانبهر بمسارعة المسلمين لتلبية نداء ربهم، فقصد مسجداً في اسطنبول وطلب الاستماع للقرآن، ثم سأل أحد الشيوخ أن يفسر القرآن له، وبعد 3 أشهر من الدراسة عنده نطق الشهادتين. عشت على المبادئ الإسلامية المعتدلة منذ طفولتي، وشعرت أن الدين الإسلامي هو الأفضل لي. كان للأذان بالغ الأثر في نفس أنيلكا، لم يدفعه إلى الإسلام فقط بل إلى الجهر به أيضا. أبي الخفير ولد عام 1972 في موزمبيق، بدأ مسيرته الاحترافية عام 1990 ولعب طيلة 18 عاماً لعدة فرق كبرى مثل روما وليشبونة وإيفرتون وأيندهوفن وبرشلونة. عند انضمامه لنادي غالاتا سراي عام 2003 تعرف خافيير إلى الإسلام عن كثب، وسحره صوت الأذان، وبعد اعتزاله كرة القدم أعلن إسلامه في دبي عام 2008. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. وأشهد 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 أن محمدا أن محمدا محمدا أن محمدا 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 رسول الله رسول الله رسول الله. اختار خفير اسماً عربياً هو فيصل، وصرح بأن الأذان سبب له شعوراً بالراحة والسلام رغم أنه لم يكن يفهم معناه. الاستماع إلى صوت الأذان في اسطنبول عدة مرات يومية كان يشعرني بالسعادة. آنذاك عرفت أن الإسلام دين السلام والطمأنينة، ووجدت الراحة والحرية فيه.